بكم طلاب الصف الثاني الإعدادي في مادة اللغة العربية. النهاردة معانا درس من فرع القراءة، وهو بعنوان عالم من ذهب. مضمون الدرس: سوف نتحدث اليوم عن العالم المصري الجليل مصطفى السيد، وهو نموذج مشرف للعلماء المصريين، حيث اختلفت رؤيته للذهب والفضة، فإنه لم يهتم برونقهما كما يفعل الجميع، لكنه ركز على خصائصهما الكيميائية والطبيعية في معالجة سرطان الجلد. والفكرة الرئيسية هي: 1- ما آثار فضول الدكتور مصطفى السيد؟ 2- الذهب والفضة علاج السرطان. 3- رحلة نجاح الدكتور مصطفى السيد. 4- الجوائز التي حصل عليها الدكتور مصطفى السيد. 5- العلاج بالذهب والفضة. طيب، يبقى احنا الدرس بتاعنا النهاردة هنتكلم عن عالم مصري وهو الدكتور مصطفى السيد. هنشوف ازاي خصص الذهب والفضة بعد ان كانوا للحلي والتزين في معالجة الامراض، وبخاصة من اخبث الامراض وهو مرض السرطان، عافانا الله واياكم. لم يهتم العالم المصري المولد والنشأة، مصري المولد والنشأة اي ولد في مصر ونشأ ايضا فيها، مصطفى السيد بجمال الذهب والفضة ورونقهما. يعني هو أصلا ما كانش بيلفت انتباهه في الذهب والفضة البريق والجمال واللمعان والحسن والبهاء الذي يتحليان بهما، كما لم تفتح شهيته قيمتهما العالية للكنز والحيازة. يعني ما كانش عنده رغبة إن هو يكنزهم أو يحصل عليهم، ولكن الخصائص الطبيعية والكيميائية لأصغر دقائقهما هي التي أثارت فضوله. يبقى الحاجة الوحيدة بس اللي خلته يلفت انتباهه ليهم إن هم يتمتعوا بخصائص طبيعية وكيميائية في دقائقهم الصغيرة، بحثا واستقصاء ودراسة في إطار ما يطلق عليه النانو تكنولوجي، والعكوف على التطبيقات الواعدة في عدة مجالات ومنها الطب. هو استمر في البحث والدراسة والاستقصاء، أي الدراسة بالتفصيل في إطار معين كده اسمه النانو تكنولوجي. والنانو تكنولوجي ده هو حاجة بتعمل لنا الأجهزة التي يمكن أن نرى من خلالها أصغر وأدق الأشياء، فعكف عليها ولازمها واستمر في الدراسات بها. تعالوا نشوف مع بعض اللغويات. أول حاجة يهتم أي ينشغل، ومضادها يهمل. الرونق هو البريق واللمعان. شهيته أي رغبته الشديدة، وعكسها النفور. الخصائص هي الصفات التي تميز الشيء، ومفردها الخصيصة. الحيازة يعني التملك والاقتناء، وعكسها الفقد. أصغر مؤنثها صغرى، والدقائق هي أشياء متناهية الصغر، ومفردها دقيق ودقيقة. فضول أي المراد هنا يعني الرغبة والتطلع إلى المعرفة. لما يكون حد عنده فضول يعني عنده تطلع إن هو يعرف الحاجة دي. استقصاء أي بحث تفصيلي للموضوع. العكوف يعني اللزوم والمواظبة، وعكسها الإقلاع. الواعدة المرجو خيرها. نجح الدكتور مصطفى السيد بمعاونة فريقه الذي يقوده بمدينة أطلانتا الأمريكية في التوصل لأول مرة لشفاء سرطان الجلد بنسبة 100% على الحيوانات. يبقى أنا عند الدكتور مصطفى السيد لم يكن يعمل منفردا، ولكن كان معه فريق، وهذا الفريق كان يقوده بمدينة أطلانتا الأمريكية. توصل دكتور مصطفى السيد هو وفريقه الذي كان يقوده بمدينة أطلانتا الأمريكية في شفاء سرطان الجلد بنسبة 100% على الحيوانات. طب عملها ازاي؟ وذلك باستخدام قضبان ذهب أو فضة فائقة الدقة والصغر في رصد الخلايا السرطانية والالتصاق بها، ثم بإطلاق شعاع ليزر منخفض الطاقة
تكتسب هذه القضبان حرارة كافية لإتلاف الخلايا الشريرة، بينما لا تمس الخلايا السليمة في الجسم. إذن هو توصل لشفاء سرطان الجلد بنسبة 100% على الحيوانات، فكان يستخدم القضبان من الذهب والفضة شديدة الصغر، وكانت تلك القضبان ترصد الخلايا السرطانية، لأن الجسم المصاب بالسرطان فيه خلايا سليمة وفيه خلايا سرطانية اللي هي مصابة بالمرض، فكانت القضبان دي بتدخل على طول على الخلايا السرطانية وتلتصق بها، ومن ثم يقوم بإطلاق شعاع ليزر منخفض الطاقة، بعد كده الضوء بيسلطوها على الخلايا دي. يبقى هم عملوا كده ازاي؟ جابوا قضيب من الذهب أو قضيب من الفضة وحطوه على الخلية المصابة بالسرطان، وبعد كده بدأوا ان هم يجيبوا شعاع الليزر ده ويسلطوه على القضبان دي، فشعاع الليزر كان بيمد القضبان بالحرارة، مما يؤدي الى ان تتلف تلك الخلايا السرطانية. الخلايا بتتفتت وبتتلف جميعها دون ان تمس الخلايا السليمة المحاطة من حولها. ودي كانت أول تجربة وأول حاجة أثبتها في العالم كله، وهذه الخصائص تستهدف خلايا السرطان الخبيثة، وبذلك يمكنها رصد أي ورم بالجلد، حيث تتجمع دقائق الذهب النانونية لتشكل طبقة مضيئة على جسم الخلية المريضة وحدها عند الرصد تحت المجهر. يبقى احنا كل ده بنقدر ان احنا نشوفه من خلال المجهر، لان الذهب والفضة دول بيكونوا متناهيين في الصغر، ما بعرفش اشوفهم الا من خلال الميكروسكوب اللي هو المجهر. بينما لا ترى الخلايا السليمة فتبدو مثل كوكبة مضيئة وسط جسم معتم. لما يا ولاد عندي الذهب والفضة بيجتمعوا حول الخلايا السرطانية بيخلوها منورة، فلما بتكون منورة إذن كل المظلم ده هي الخلايا الإيه؟ السليمة. ولما بيشوفوا كل ده بالمجهر يبدأوا إن هم يسلطوا شعاع الليزر على الجزء المضيء اللي هو الجزء المصاب بالسرطان والذي تجمع حوله القضيب من الذهب أو الفضة، ثم بتسليط شعاع ليزر مرئي منخفض الطاقة على هذه الدقائق تتحول إلى حرارة بامتصاص ضوء الليزر فتذيب الخلية السرطانية. ويمكن ملاحظة الفارق الواضح، حيث تظهر تحت المجهر دقائق الذهب كأجسام فائقة الصغر مضيئة وسط مجال معتم، مما يعني قدرة انتقائية فائقة لدقائق الذهب للالتصاق بالخلايا السرطانية. يبقى إذن هو بيستخدم الذهب أو الفضة ليه؟ لقدرتهم على الالتصاق بتلك الخلايا السرطانية، لذلك يستخدمهم. تعالوا نشوف مع بعض اللغويات. أول حاجة فائقة أي شديدة ومتناهية، رصد يعني تتبع ومراقبة، التصاق تعلق والتحام، وعكسها انفصال. الشعاع هو الضوء الذي يرى كأنه خيوط، شعاع الليزر ده بيكون ضوء كده عبارة عن خيوط، والواحدة منه تسمى الشعاعة، والجمع منها الأشعة والشعاع. إتلاف يعني إهلاك وإفساد، ومضادها إصلاح. آلية أي وسيلة وإمكانية، وجمعها آليات. الخبيثة الفاسدة والرديئة، وعكسها الصالحة الطيبة، وجمع الخبيثة الخبيثات. المجهر هو الميكروسكوب، وهو آلة بصرية لإظهار الأشياء الصغيرة أكبر مما هي عليه، وجمع المجهر المجاهر. كوكبة أي مجموعة، تسليط يعني تركيز. الواقع أن المتابع لسيرة الدكتور مصطفى السيد سوف يجدها حافلة بالعمل الجاد الدؤوب الذي أثمر العديد من البحوث والأوراق العلمية التي فاقت 500 مطبوعة. يعني أكيد النجاح للإنسان الجميل العظيم ده عمله
لابد أن يكون ناتج عن الدراسة والبحث والاستقصاء والتجارب والبحوث والاختبارات الكثيرة، مما أنتج إلى 500 مطبوعة، يعني الأبحاث اللي هو عملها فاقت وكثرت عن 500 مطبوعة، ولذلك نال العديد من الجوائز عبر مسيرته، يعني حصل على العديد والكثير من الجوائز عبر إيه؟ حياته، حتى تبوأ في النهاية رئاسة وقيادة معمل ديناميكيات الليزر، يعني حتى وصل في النهاية إلى أن عمل رئيساً وقائداً لمعمل ديناميكيات الليزر. وبدأت مسيرته بالتخرج في كلية العلوم جامعة عين شمس عام 1953 ميلادياً، وهي الفترة التي قال عنها إنها زرعت فيه أسس الطموح العلمي الذي غرزه فيه أساتذة مصريون عظام، كما أمضى العديد من السنوات في الدراسة. الإنسان الجميل دكتور مصطفى السيد ده بيقول إن أساس الطموح والمعرفة اللي اداله الفكرة عن كل ده هم كانوا الأساتذة عنده في الجامعة، وهو تخرج في كلية العلوم جامعة عين شمس. اللغويات: السيرة هي تاريخ حياة الإنسان، وجمع السيرة السير، حافلة يعني ممتلئة ومضادها فارغة. الدؤوب أي المستمر، العمل الدؤوب أي العمل المستمر، وعكسها المنقطع. أثمر أي أنتج. فاقت يعني زادت، فاقت 500 مطبوعة أي زادت عن كذا. نال يعني حصل على. مسيرته أي تاريخه، وجمع مسيرة مسيرات. تبوأ أي تولى وشغل، تبوأ الرئاسة وقيادة المعمل أي تولاه. الطموح هو التطلع، وأمضى يعني قضى. منح في جامعات أمريكية مرموقة العديد من الجوائز، ومنها قلادة العلوم الوطنية الأمريكية التي تعد من أرفع الأوسمة الأمريكية في العلوم. وقد تم منح الدكتور مصطفى السيد وسام العلوم الوطنية الأمريكية، وهذا الوسام من أرفع الأوسمة الأمريكية في مجال العلوم، وذلك عرفانا وتقديرا بإنجازاته في مجال التكنولوجيا الدقيقة المعروفة باسم النانو تكنولوجي، وتطبيقه لهذه التكنولوجيا في علاج السرطان. يبقى هو يا ولاد خد الوسام ده علشان هو عمل إنجاز كبير جدا في التكنولوجيا الدقيقة اللي هي النانو تكنولوجي، وكمان قدر ان هو يتوصل لشيء عظيم جدا منها في علاج السرطان. كما حصل على جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم، يبقى دي تاني حاجة هو تم منحه إياها، حصل على جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم، وحصل على العديد من الجوائز الأكاديمية العلمية من مؤسسات عديدة. طبعا إنسان عظيم وعالم جليل زيه لازم يتم منحه الكثير والكثير من الجوائز. وتولى على مدار أكثر من 20 عاما رئاسة تحرير مجلة علوم الكيمياء والطبيعة. استمر 20 سنة وهو يعمل كرئيس تحرير لمجلة علوم الكيمياء والطبيعة، وهي من أهم المجلات العلمية في العالم كله. هيا نتعرف إلى اللغويات. مرموقة أي عالية، ومضادها مغمورة. القلادة هي الوسام، قلادة العلوم الوطنية أي وسام العلوم الوطنية، وجمع القلادة القلائد. أرفع يعني أرقى وأعلى، ومضادها أحط وأدنى وأحقر. الأوسمة هي شارة تعلق على الصدر مكافأة لمن أجاد في شيء، حاجة كده احنا بنديها الإنسان يعلقها علشان إن هو نبغ وتفوق في شيء ما، ومفرد الأوسمة الوسام. عرفانا أي تقديرا، وعكسها نكرانا. لقد أعطى مصطفى السيد الذهب والفضة قيمة أعلى مما يعطيها الناس لهما، يعني دكتور مصطفى السيد طبعا إدى منزلة وقدر للذهب والفضة أعلى بكثير مما يستخدمهم الناس.
فمنهم من يعنى بالتختم والزينة بهما، يعني في ناس بتحب الذهب والفضة علشان يلبسون منهم الخواتم ويتحلون ويتزينون بهما. وقديما عني الشعراء بالرونق والبريق، الرونق هو الحسن والبهاء، والبريق هو اللمعان، يعني كان قديما وحديثا لا يلتفت أحد إلى الذهب أو الفضة إلا من خلال الزينة. ولكن عندما يستخدمان في شفاء مرضى السرطان فكيف تقدر قيمتهما؟ طب لما احنا بقى نستخدمهم في حاجة هتفيد البشرية كلهم وهتنقذهم من مرض خبيث، يبقى هنقدر قيمتهم ازاي؟ ولم ينسى مصطفى السيد وطنه، بل إنه عمل على أن يفيد مرضى السرطان في مصر من اختراعه، وعلى هذا ستستفيد مصر وأمريكا والعالم كله من جهود هذا العالم المصري العظيم، وطبعا ده فخر لينا احنا كمصريين. تعالوا نشوف مع بعض اللغويات. يعني أي يهتم، والمضاد يهمل، التختم ارتداء الخواتم، الرونق هو الحسن والبهاء، والبريق هو اللمعان، ومضاد البريق الانطفاء. ينسى يعني يغفل وينشغل، وعكسها يتذكر. بكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الدرس. تعالوا نشوف الأسئلة هتيجي ازاي. أول حاجة بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. اهتم مصطفى السيد بيه، بإيه من الذهب والفضة؟ الرونق ولا البريق ولا الخصائص الطبيعية والكيميائية؟ طبعا اهتم بالخصائص الطبيعية والكيميائية. توصل مصطفى السيد وفريقه إلى شفاء سرطان إيه بنسبة 100%؟ 100%، ها؟ الجلد ولا الدم ولا المخ؟ الجلد. استخدم في علاجه قضبانا من النحاس، الذهب والفضة، القصدير. طبعا استخدم القضبان من الذهب والفضة. تتجمع دقائق الذهب النانونية لتشكل طبقة نقط على الخلية المريضة. لما كانت الدقائق دي بتروح عند الخلية المريضة وتتجمع حولها، هل كانت مضيئة أم مظلمة ومعتمة؟ طبعا كانت مضيئة. فاقت بحوث دكتور مصطفى وأوراقه العلمية إلى كم مطبوعة؟ 500، 600، 400؟ طبعا 500. تخرج في كلية دار العلوم أم كلية العلوم؟ تخرج في كلية العلوم. نشوف الجزء الثاني. أكمل العبارات الآتية. الفترة التي قال عنها الدكتور مصطفى أنها زرعت فيه أسس الطموح العلمي هي، يا ترى كانت أنهي فترة اللي زرعت فيه حب التطلع لإفادة البشرية والأسس والطموح العلمي؟ هي فترة دراسته في كلية العلوم جامعة عين شمس وتخرجه فيها. النانو تكنولوجي هي، يعني إيه المقصود بالنانو تكنولوجي؟ تكنولوجيا متناهية الصغر متطورة تعتمد على صنع الآلات والأجهزة في أحجام صغيرة. المنصب الذي تولاه الدكتور مصطفى هو نقط، والمدة التي قضاها في ذلك المنصب نقط، يبقى هو تولى منصب رئاسة تحرير مجلة علوم الكيمياء والطبيعة، وجلس فيه أكثر من 20 عاما. وتولى دكتور مصطفى السيد رئاسة وقيادة معمل ديناميكيات الليزر. وحصل دكتور مصطفى السيد على جائزة نقط العالمية للعلوم، ها كانت جائزة الايه؟ الملك فيصل. أضاف مصطفى السيد قيمة أعلى للذهب لأنه عمل ايه؟ استخدمهم في ايه؟ استخدمه في علاج مرض من أخطر الأمراض التي عرفتها البشرية، وهو مرض السرطان. وبكده نكون وصلنا مع بعض إلى نهاية الدرس، وإلى اللقاء في درس جديد من دروس اللغة العربية.